هل تعلم أنه من الممكن الطهي وتحضير المأكولات الساخنة باستخدام أشعة الشمس؟ كيف؟ من خلال الطهي الشمسي. الأمر أبسط مما تظن، كل ما تحتاجه هو لوازم متوفرة بسهولة وبضع دقائق. طريقة الإطار الشمسي: اللوازم: قدر، كاسرولة، لوح كرتون أو خشب، إطار، شريط تلزيق، ورق ألومنيوم، صفيحة زجاج، أوراق جرائد قديمة. الخطوات: يوضع لوح الكرتون على مساحة مسطحة، ثم يضاف الإطار فوق اللوح. يملأ الإطار بالجرائد، وذلك لتأمين طبقة عازلة. يفرد بعض من ورق الألومنيوم الجهة اللامعة مقابلة للشمس في قاع الإطار كطبقة عاكسة للشمس، كما تستخدم الأوراق الباقية على أطراف الإطار لحفظ الحرارة. يمكن استخدام الشريط اللاصق لتثبيت الألومنيوم. في وسط الإطار يوضع القدر ويغطى كل شيء بصفيحة زجاج. الطهي الشمسي جاهز للاستخدام. ضعوه تحت أشعة الشمس وانتظروا بضع ساعات لطهي المأكولات. عند الانتهاء تأكدوا من وضع القفازات العازلة للحرارة قبل إخراج القدر من الطهي الشمسي. والآن تمتعوا بوجبة شمسية لذيذة.